أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامج جنة الأعشاب، برنامجكم. للي بيتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب، الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. يا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة، واللي بيتابعونا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، وأيضا صفحة الفيسبوك جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية، أيضا من خلال قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب. يا ربي يحميكم ويسعدكم ويبارك فيكم. كثير من الوصفات في فصل الشتاء بنقرأ عنها، لكن ما بناخذ المعلومة الصحيحة. عم بتناقلوا الناس بعض المعلومات اللي أنا بحس إنه مفيدة، إذا ذكروا فوائد كثيرة بتداولوها الناس هذه الأيام، لكن إحنا شايفين الوضع وشايفين الإنفلونزا والسعال ومشاكل الصدر، الكثير بوصفوا الزعتر والقرنفل واليانسون والزنجبيل والعسل والليمون والبقدونس، لكن عموما هذه الوصفات ممكن ما نستطيع نعطيها للأطفال. لكن الشيء الأمين اليوم راح أتكلم عنه وفوائده العظيمة، اللي كثيرين بيجهلوا الفوائد العظيمة لأوراق الجوافة. أوراق الجوافة مشهورين فيها بالوطن العربي، وموجودة عند كل العطارين أو أكثر العطارين. الفوائد العظيمة لهذه الأوراق لصحتنا والتخلص من المشاكل، وأجدادنا ما كانوا يتركوا شيء إلا كانوا يستفيدوا منه. والكثيرين من خبراء الأعشاب كتبوا عن فوائد أوراق الجوافة، والكثيرين عملوا بحوث عن فوائد هذه الأوراق العظيمة اللي بتحتوي على العناصر الغذائية، وفيها من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. سبحان الله، هذه الشجرة اللي بتعطينا ثمار الجوافة، واعتمدوا عليها وجعلوها مادة أساسية بالعلاج بالأعشاب. وبتلعب دور هام أوراق الجوافة بالحفاظ على صحة الجسم. خلينا نشوف فوائد أوراق الجوافة لصحتنا والتخلص من مشاكلنا، فوائدها أيضا للجسم، التخلص من الأمراض والمشاكل، أيضا للشعر، أيضا للبشرة، أيضا للتخسيس. فوائد عظيمة والله. كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه ما خلقه عبث. هذه الأوراق والثمار والبذور والزيوت الطبيعية نستفيد منها، لكن الكثيرين بيذكروا انه اوراق الجوافة للسعال للاطفال. وصنعوا الان شراب الجوافة مع العسل للاطفال للسعال وللربو وللتحسس، لكن فوائدها فوائد جدا عظيمة لصحتنا واجسامنا لهذه الاوراق. إذا كانوا يستفيدوا منها غير إنها للسعال، راح نذكر واحدة واحدة حتى الناس تعرف إيش بين إيدينا من نعم، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. كانوا يستفيدوا منها أجدادنا تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. يا سلام، شوفوا هالدواء، منقوحة، منقوع الأوراق بتخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم. لكن نلتزم على تناول كوبين باليوم، لكن لمدة ثمان أسابيع. بنشوف النتائج العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. كافح الكوليسترول ولا ما كافح؟ أجدادنا والمزارعين في جمهورية مصر العربية اللي بيعرفوا هذا الكلام بيزرعوا الجوافة بشكل كبير في الكثير من المدن المصرية. إذا حتى كانوا يستفيدوا منها ولا زالوا بيستفيدوا منها علاج لمشاكل السعال.
وأيضا بتخفف أعراض نزلات البرد. يا سلام، تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي وفيتامين جيم، إذا بتخفض من مشاكل نزلات البرد، وأيضا مفيدة جدا لتنقية الرئتين من المشاكل، وبتعقمها المجاري التنفسية، وبتخلصنا من الالتهابات. تناول أوراق الجوافة للصحة وصحة الرئتين والتنفس، إذا مفيدة جدا، وبتعمل على تقليل نسبة البلغم عند الإصابة بنزلات البرد. كلياتنا بصير عندنا بلغم في فصل الشتاء، فبالتالي هذه من الخصائص لهذه الأوراق. سبحان الله، فيها النعم اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا، موجودة عند العطارين، وكانوا يتغرغروا في منقوحة أو بمنقوحة لتعقيم الفم والأسنان واللثة. بتحتوي على عناصر بتكافح البكتيريا والالتهابات اللي بتسبب لنا مشاكل باللثة والأسنان والحلق، وأيضا بتخفف من التهابات اللثة، من حدة التهابات اللثة. أوراق الجوافة ورخيصة الثمن، غير إنه بوصفوها الآن بشكل كبير للإنفلونزا والسعال، خصوصا الأطفال 7 و8 سنوات و9 سنوات. إذا كانوا يستفيدوا منها لحل مشاكل الإسهال، بظل يروح على الدكتور يعطي أدوية ولا يمكن يخلص من المشكلة. بتمنع تكاثر البكتيريا اللي بتسبب حدوث الإسهال، فبالتالي بتخفف منه، بتعالج المشاكل. إذا فوائد سبحان الله عظيمة للتشافي من مشاكل الإسهال المتكرر، بيحكي لك أنا ما خليتش ولا دكتور. أيضا من خصائصها إنها معينة على الهضم. فوائد هذه الأوراق أو منقوحة، ننقحها مثل الشاي ونشرب كوبين باليوم، بنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى، اضطرابات الجهاز الهضمي. منقوح هذه الأوراق فوائد عظيمة، وبتحد من الإمساك أيضا، لأنه بتريح الجهاز الهضمي. احنا حكينا بتكافح الإسهال، أيضا مفيدة للي عندهم الإمساك وعندهم تربك بالجهاز الهضمي وعندهم اضطرابات بالجهاز الهضمي، فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الفوائد العظيمة، إذا مفيدة جدا حتى للشرايين ومشاكل تصلب الشرايين وتحسين صحة القلب. هذه الأوراق الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير والفائدة لنا. مشاكل سريان الدورة الدموية في سائر البدن، وأيضا مفيدة لحل مشاكل الأوعية الدموية، وبتحافظ على صحتها وسلامتها، وذكرنا أنه بتخلصنا من الكوليسترول، وأيضا بتقينا من فقر الدم. سبحان الله، بتخلصنا من المخاطر. منقوحة مثل ما نعمل الشاي، أو ننقع الأوراق قدر ملعقة من مطحونها على كوب من الماء مرتين باليوم، والأفضل إنه نحليها بالعسل. فوائد جدا عظيمة حتى لتنظيم الكوليسترول الضار، وبتحسن المفيد بإذن الله سبحانه وتعالى النافع. حتى كانوا يستفيدوا منها ولا زالوا بوصفوها المزارعين لانتظام مستوى السكر في الدم. شوفوا، غير انه بتكافح الاورام والمشاكل الكثيرة، وايضا بتعزز عمل الدماغ. هذه الاوراق رخيصة الثمن، يا حرام ومهجورة، ما حدا بيعرف قيمتها الا بالشتاء لما اولادنا يبلشوا يسعلوا، بوصفوا لهم ورق الجوافة وبيحلوه بالعسل. أمراض الشتاء، الإنفلونزا، البرد، احتقان اللوزتين، جفاف الحلق، التهابات الحلق، تعقيم الفم، هذا اللي محتاجينه احنا بهذه الأوراق، بكثرة موجودة عند العطارين. أيضا من خصائصها بوصفوها المزارعين أجدادكم والفلاحين لتحسين جودة النوم. اللي ما بيناموا مرتاح، بتوسوس، بينام شوي وبيصحى، تعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب وتحسين صحة النوم أو جودة النوم. أيضا بيستفيدوا منها الفلاحين من مشاكل لدغات البعوض، بصير حمار،
بيعملوا كماد من ماءها، او بيعملوها مثل المعجونه، ببلوها بالماء وبفردوها على المنطقه المصابه، فبالتالي ايضا مفيده جدا لحل مشاكل الخصوبه للرجال، وايضا كانوا يستفيدوا منها. والله ما بدي اكثر لا تحكم الصحيح، لكن انا كل حرف محسوب علي. مشاكل الخصوبه للرجال اللي عندهم الضعف وصحتهم مش بزياده بتحسنها، هم يفهمون الرجال، مشاكل قلب وكوليسترول وسكري ايش بتأدي على ضعف عام. ايضا علاج الالتهابات والقروح لا زالوا يصفوها الناس والمزارعين للان، مع انه قبل الاف السنين كتبوا عن هذه الاوراق وفوائدها العظيمه لابداننا. اذا حتى التشطيف بمائها او تغسيل الوجه بمائها بيخلصنا من اتساخ البشره، وايضا مشاكل البشره اللي بتسبب الحرج للكثيرين. بتحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية لسلامة بشرتنا وتجديد خلايا البشرة، وأيضا بتمنع التقدم بالعمر للبشرة، شيخوخة البشرة عمرها 40 بيحكوا لها عمرك 55 تعبانة. شوفوا هالطبيعة إيش بتعطينا، شوفوا سبحان الله هذه الشجرة بتطلع لنا هذه الثمرة، لكن الأوراق إلها فوائد عظيمة سبحان الله. حتى الغسول بماءها أو منقوحها، أو نعمل قناع من المنقوع، مفيد جدا لترطيب البشرة، بتحتوي على فيتامين A سبحان الله، حمايته من الجفاف، بظل فيه الروح والأناقة والرطوبة في البشرة، وأيضا لحل مشاكل الحبوب خصوصا حب الشباب التغسيل بهذا المنقوع مرتين باليوم. احنا حكينا بتحتوي على فيتامين سي وجيم، فبالتالي بتخلصنا من هذه المشاكل. ايضا البثور البيضاء على البشره وين ما كانت على الجسم. هذه وصفات اجدادكم، هذه وصفات العجايز اللي كانوا يستفيدوا من خصائص الاوراق، حتى اوراق العنب ما كانوا يتركوها، كانوا يستفيدوا منها حتى للتنحيف، حتى للمناعه، حتى للكثير من المشاكل، حتى منقوح. ايضا تغسيل الوجه في منقوع اوراق الجوافه حتى للرؤوس السوداء وحتى الكلف بحد منها، بيساعد على التخلص من الكلف السطحي والتصبغات والبقع الداكنه، مضاد للاكسده هذه الاوراق يا اخوان، وبتاخر ظهور التجاعيد على البشره، فبالتالي ايضا بتساعد على شد البشره المترهله. سبحان الله سبحان الله في هالفوائد، مثل ما ذكرنا الفوائد العظيمة. حتى التغسيل شعر أو فروة الرأس بماء أو منقوع أوراق الجوافة بحسن مظهر الشعر وبخلصنا من القشرة، يا سلام، وبقينا من الأمراض الجلدية اللي بتصيب فروة الرأس وخاصة الثعلبة والقشور، وبتحفز على نمو الشعر. سبحان الله، غنية، نعم غنية بالفيتامينات، فبالتالي بنستفيد من هالخصائص بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حتى منقوحة للتخسيس فوائد عظيمة، ملعقة من المطحون على كوب من الماء مرتين باليوم، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى من الكثير والله من الخصائص. والله العظيم إنه في عنا نعم الكثيرين بيجهلوا فوائدها، نعم الله سبحانه وتعالى جعلها بين ايدينا. ايام زمان لا كان صيدليه ولا كان مستشفى ولا طبيب جلديه ولا طبيب صدريه، كانوا يستخدموا هذه الاوراق للتخلص من الكوليسترول اذا استمروا عليها 8 اسابيع كوبين باليوم، امينه. المزارعين والفلاحين، وايضا بتخلصنا من اعراض نزلات البرد منقوع اوراق الجوافه، وبتعقم الرئتين والمجاري التنفسيه، وبتخلصنا من الالتهابات، التهابات الصدر. فوائد عظيمه باذن الله سبحانه وتعالى، بتخفف من البلغم ومن نزلات البرد وغرغره لمشاكل الاسنان، وبتسكن الام الاسنان. شفتوا هذه الأوراق رخيصة الثمن، مش للسعال لوحدي للأطفال مع العسل، وتباع الآن عبوات زجاجية للسعال
للأطفال بالصيدليات، خصوصا اشتهروا في تصنيعها في مصر. أيضا بتخلصنا يا جماعة من مشاكل الإسهال في فصل الشتاء، برد. بتحل هذه المشكلة رايح راجع على الحمام أو على التواليت بعيد عنكم. وأيضا بتخفف آلام البطن للي بده بكون مسهول ما بيطلع من الحمام وبده يرجع بعيد عنكم، فبالتالي بتحل هذه المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى وبتعافى من هذه المشكلة. يا سلام، اضطرابات الجهاز الهضمي، شوفوا هالخصائص، شوفوا هالفوائد العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في الطبيعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبعد أمراض الشتاء عنكم وعن أسركم، لكن أنا ما بنصح فيها للمرأة الحامل، مع إنه ما في دراسات تثبت إنه في مشاكل، لكن تمنع للمرأة الحامل. هي الوقاية خير من قنطار علاج. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم اليوم استفدتوا من هالخصائص والفوائد العظيمة لأوراق الجوافة، منقوحة ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم، وأفضل شيء نحليها بملعقة صغيرة من العسل. بنشوف النتائج بعون الله سبحانه وتعالى، خصوصا لأمراض البرد، الزكام والفلوزة واحتقان الرئتين والتهاب الرئتين وسوء التنفس أو الصعوبة بالتنفس، فبالتالي نستفيد من هالخصائص. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة.